شكرا لك يا ويل. سؤالك رائع. أولا كما قلت منذ بضع لحظات لدينا ثقة كاملة في التحقيقات التي يقوم بها الجانب البولندي. نحن على ثقة أنهم يقومون بها بشكل جيد للغاية. لا نود أن نتسرع في أحكامنا، ما زال جمع المعلومات قائما. وقد سمعتنا نقول أنه لم يكن هناك أي دليل حتى الآن سوى التحقيقات المبدئية التي نقوم بها، وأن هذا كان صاروخا دفاعيا لمواجهة الصواريخ الروسية، وللأسف سقط في بولندا. ما زلنا في مرحلة التقييم ومشاركة المعلومات وعلى اتصال مستمر مع الجانب الأوكراني. لقد تحدثت مع نظيري من أوكرانيا اليوم مرة أخرى بعدما تحدثنا بالأمس. نحن نتشارك المعلومات التي لدينا، ومرة أخرى التحقيق ما زال مستمرا، لذا نحن ما زلنا مستمرين في هذه العملية. الرئيس زيلينسكي تحدث مع الرئيس البولندي بنفسه لتوضيح الحقائق، ورئيس الأمن القومي في بولندا قال أن أوكرانيا تسعى للحصول على نتائج حاسمة حول ما حدث. لدينا أيضا أمامنا جميعا أوكرانيا وبولندا والولايات المتحدة، كلنا أطراف متحالفين في الناتو وفي مجموعة السبعة. نحن ملتزمين للحصول على الحقائق، والحقائق تقول أنه مهما كانت التفاصيل الحقيقية حول هذا الحادث، فإن روسيا هي مسؤولة عما حدث. ما نراه كل يوم الآن هو روسيا تقوم بإمطار أوكرانيا بالصواريخ لتدمير البنية التحتية الرئيسة لها، وتستهدف قدرة أوكرانيا على الحصول على الطاقة والكهرباء والتدفئة، ولا تسمح لهذا البلد بالعيش.